السرطان مع مولودة برج السرطان هذه علاقة ناجحة، سواء كان على مستوى العائلة أو حتى على مستوى الصداقة أو العلاقات الأخرى. كلاهما بيتوتي، كلاهما يحب العائلة، كلاهما في نفس الوقت أيضا يهتم بالأمور المادية، فبالتالي وكلاهما حساس أيضا، يمتلك حس مرهف، فبالتالي العلاقة هذه جيدة. السرطان مع مولودة برج الأسد هذه علاقة فيها توترات. مولودة الأسد هي إنسانة أكثر ما تكون ذات حظوة اجتماعية ومتفائلة، طبعا بلها أنانية أيضا، تصطدم مع السرطان، أو بمعنى صح هو أيضا سوف يصطدم بكثير أو كام مولودة برج الأسد أيضا. الأسد مع عفوا السرطان مع مولودة برج العذراء هذه العلاقة جيدة نوعا ما، هي ليست جيدة جدا لكن جيدة إلى حد ما أو نوعا ما. هذه العلاقة ممكن مولود برج السرطان يعني يهتم أو يجذب تدبير مولود برج العذراء، لأن العذراء تكون مدبرة وتهتم بالأمور المادية، فهذه ممكن تفيد مولود برج السرطان بشكل عام. مولود السرطان مع مولودة برج الميزان بيها نوع من التوترات وبيها نوع من الصعوبات. امرأة الميزان هي امرأة هوائية خلاقة، والسرطان هو إنسان يعني أكثر ما يكون صحيح هو إنسان ذو خيالات، ولكن كثيرا ما يكون متشائم، يعني هذه علاقة بها توترات معينة، لكن ممكن الاستمرارية أيضا. أقدر أسميها علاقة أكثر ما تكون علاقة أبوية، يعني هنا راح يكون مولود برج السرطان بمثابة، أو مولود برج السرطان بالنسبة إلى رجل السرطان راح تكون بمثابة إنسانة ناصحة، إنسانة يعني ليست زوجة بالمعنى الصحيح، وإنما هي أقرب إلى النصح، إلى الإرشاد، إلى منها المسائل هذه، فهي بالصداقة جيدة لكن بالزواج لا، بيها توترات. مولود برج السرطان مع مولودة برج العقرب يعني هي علاقة جيدة باعتبار أن كلاهما مائي، كلاهما شاعري، كلاهما حساس، لكن شوي على برج السرطان أن يحذر من عدم مسامحة المرأة العقرب، يعني هذه نقطة جدا مهمة عليه أن يحذر منها. مولود برج السرطان مع مولودة برج القوس فيها صعوبة، يعني هذه راح يقضي على طموحات مولد برج القوس، فبالتالي هذه العلاقة ليست ناجحة. أما إذا أخذنا السرطان مع مولودة برج الجدي فهذه علاقة أقدر أسميها ناجحة إلى حد ما، لأنه الجدي هو منزل العائلة، منزل الحياة الأسرية والعائلية، فبالتالي هي بها نجاحات جيدة، لكن يعني الامرأة الجدي تحتاج إلى حنان، تحتاج إلى عاطفة، فالمفروض المولود برج السرطان أن يمدها بهذا الجانب. طبعا في نقاط كثيرة جدا يشتركون بها مولود السرطان مع مولودة برج الجدي، تأهلهم على استمرارية هذه العلاقة. السرطان مع مولودة برج الدلو صعبة، هذه إنسانة مبتكرة، إنسانة يعني متفائلة، إنسانة تهتم بالحداثة، لا صعبة جدا، هذه علاقة متوترة. السرطان مع مولودة برج الحوت نوعا ما جيدة هذه العلاقة، هذه يعني نقدر نقول من أقرب العلاقات أو من أكثر العلاقات اللي ممكن أن تنجح مع مولود برج السرطان، للأمور اللي يحتاجها السرطان قد تكون اللي موجودة في مولود برج الحوت، لكن مع ذلك عليه أن يتحمل مزاجية مولود برج الحوت مثل ما هو أيضا مزاجي بهذا الجانب. السرطان مع مولود برج الحمل صعب، هذه العلاقة صعبة، يمكن لو يعني الحالة معاكسة كان يكون أفضل، يعني مولود برج الحمل مع مولود السرطان قد يكون أفضل وأهون من أن يكون مولود برج السرطان مع الإنسان الحمل، راح يواجه متاعب. السرطان مع مولودة برج الثور هذه أيضا علاقة جيدة، هذه علاقة جيدة وناجحة تنجح في مجالات الصداقة والعمل،
والاختلاط وتنجح ايضا في مجالات التعامل الاسري داخل الحياه الاسريه. السرطان يحتاج امراه تكون مطيعه داخل البيت او امراه اساسا اكثر ما تكون هي بيتوتيه، فراح يجد هذا في موجود برج الثور، لكن قد يصطدم بلسان الجارح. هذه نقطه مهمه. لسان الجارح بالنسبه لموت برج الثور قد تاثر على مولود برج السرطان بشكل او باخر. لهذا فقط هذه النقطه اللي ممكن ان تعيقهم، لكن بشكل عام معظم الامور الاخرى هي جيده، حتى على المستوى الروحاني او على مستوى المزاجيات تقارب كبير. مولود برج السرطان مع مولوده برج الجوزاء صعبه جدا، هذه العلاقه وحتى الولاده صعبه. يعني الجوزاء في عالم والسرطان في عالم ثاني. الا طبعا ممكن ان تنجح العلاقه لكن بمجهود كبير يعني، لكن بالحاله الاعتياديه لا، هذه العلاقه صعبه. الجوزاء انسانه لبقه، انسانه تتحدث كثير، انسانه فضوليه، انسانه متطلعه، انسانه متفائله، انسانه تحب تتعدد العلاقات وتحب الحياه الاجتماعيه. مولود برج السرطان انسان اكثر ما يكون يعني حذر، قلق، يخاف من الناس اللي من حوله، عنده رهبه بالمستقبل، عنده تخوف من امور كثيره، شكاك. لا، هذه امور صعبه. يهتم بالماديات، الجوزاء انسانه كريمه لا تهتم بالماديات، وبالتالي هذه علاقه صعبه، علاقه زوجيه صعبه ما بين مولود برج السرطان ومولود برج الجوزاء.